ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين وغيرهما يرى أن القاتل عمدا لا توبة له، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وله توجيه في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأثبت هنا أن القاتل له توبة، بينما في سورة النساء في ظاهرها أنه لا توبة له. فهو يرى رضي الله عنه بأن هذه التي في سورة الفرقان للمشركين في حق الكفار، بينما التي في النساء في حق المؤمنين. وعلى كل حال فإن التوجيه الذي يوجه به كلامه رضي الله عنه أن الله عز وجل قال في سورة النساء: فجزاؤه جهنم، هذا هو الجزاء، ولا يلزم من الجزاء أن يقع، فإنه عز وجل قد يجعل للشيء جزاء ولا يوقع الجزاء تكرما منه وفضلا.